مالك يا بنتي؟ انت عيانة ولا ايه؟ لا يابا مفيش حاجة. مفيش ازاي يا بنت؟ ده انا اللي مربيكي وعارفك كويس. اذا كان على شغلانتي القراداتي، انا وعيت لقيت نفسي في الكار ده، كبرت خلاص ومقدرش اغيره. لكن البركة فيك انت بقى، ربنا يرزقك بابن الحلال ويكون بعيد عن الكار بتاعنا. انت بتعيطي يا سنية؟ اكيد في حاجة مخبياها عليا. مفيش يابا مفيش. هو انا كل ما اسألك تقولي لي مفيش مفيش مفيش؟ لا في يابا مفيش حاجة. انا اصلي متضايقة شوية، اصل هم عايزين يكرشوني من الحتة اللي انا ربيت فيها زباين. بنت انطقي، قولي لي يا بنت حكايتك ايه؟ قولي لي ايه اللي كربك؟ ايه اللي تعبك؟ قولي لي انطقي كلمي. مفيش يابا مفيش. لا في ولازم اعرف كل حاجة. ايه؟ مفيش يابا، قلت لك مفيش. انطقي يا بنت اتكلمي، ايه اللي حصل؟ سطور يا بنت؟ فتوح يعني؟ رفعني يابا، خلف لي هيتجوزي وخلف بيا. يا مجرمة حطيتي راسي في الواحد المجرم الزمان، عرفت له جميل جمايلي وقلت لي جمايل عار، حموتك اشرب من دمك حموتك. تعني بيه وصل اوعى يلاحظ ان بينا حاجة. ايه خايفة على مشاعره ولا حبتيه؟ جاي كل شيء جاي. فضل سوسن هانم قالت لي انك اخصائي توزيع اللحوم المستوردة، المواد الغذائية كلها من مجاميعه. بيوزع كل حاجة والناس بتاكل الصرف. بس يكون عليها تاريخ الصلاحية وتكون مذبوحة حسب الشريعة والحاجات دي كلها. طبعا انا ما اشتغلش غير في السليم. ايه رأيك؟ لازم البنط يبقى كبير شوية علشان تنقرا كويس. دي تنقري على بعد كيلو. اهي لحم بقري دنماركي مذبوح على الطريقة الاسلامية، تاريخ الصلاحية ديسمبر 1988. يلا ما دي بقى يا فهمي بيه وخلصنا. الورق جاهز اهو، بس بقول لك ايه، انا هدفع دولار في كل 10 علب. اتفضل. ايه ده يا حبيبي انت لسه هتقرا؟ ما بنقرا. مبروك علينا ومبروك علينا احنا كمان.
يا راجل انت يا البت هتموت في ايدك. ده كله ايه؟ ضحك عليا وهرب، حلفني وكده وهرب مني. قول يا سند اسيبه يهرب؟ لا مش ممكن اسيبه يهرب ابدا، ده انا اقتله واروح السجن. مناديل يا بيه اللي باني هان عايز تفتحنا ولا قولي يا بيه، قولي يا بيه، قولي يا بيه. اتبسط يا تنوس. ما في بعدها ايه؟ تطوحي حرامي، عامل نفسك بيه يا حرامي. اتفضل يا تنوس باشا، اتفضل يا سيسر هان. المودتك في ده يا فتوح يا ورداتي، عاملني بيه ده انا هبلغ فيك واسجنك يا بتاع نورون. شو ورداتي؟ مجنونه هيدي؟ ايوه مجنون. هضيعك يا فتوح، هرجعك السجن تاني، هعرف الناس انت مين. بس زي ما قلت لكم لا
لازم نصبر لغاية لما نعرف هو بيسرق حساب مين. تغرف انت. حاضر. قرد يسطع المنازل ويشرب الخمر. ايه ده؟ قرد كمان؟ لازم صاحبه معلمه السرقة، لكن هيعلمه يسكر كمان. ممكن ده يحصل يا فتوح؟ كل شيء جايز في الدنيا دي. احنا وراه يا فندم. خلي القرد تحت السيطرة ومحدش يخوفه لحد ما يرجع ونشوفه بيسرق لحساب مين. ادي كان ناقص يا سيدي مرشة لمرقبة القرود. طلع تاني دور شباك مفتوح عمارة 15 شارع رباط. خش نام انت. خش. طب هستناك بس ما تتأخرش عليا. علمتك تسكر مش تسرق. تعال تعال يا سمسم. تعال معايا جوه هعلمك لعبه جديده، اخر لعبه هنلعبها سوا. مكانك يا فتوح.
دول يا جدعان؟ الحرب قامت ولا ايه؟ هو في ايه؟ البوليس بيطارد في تهم الرداتي. خليهم يمسكوه، يقبضوا عليه، يقتلوه حتى. ده نجس. هو فين؟ خبير للبوليس، خبير. أخبيك؟ أخبيك بأمارة إيه؟ بأمارة ما وعدت ووفيت؟ ولا عشان حبيتك وسبتني؟ وما جات لك الفلوس رحت اتصرمحت مع الأشكال اللي زيك؟ خلصيني المرة دي، خلصيني المرة دي وأنا هجوزك على طول. فعلاً هخلصك يا فتوح، مش بس من البوليس، من الدنيا كلها. آه! كان لازم هتقع، وكان لازم حكاية اللص الخافي تنكشف يا فتوح. ايه ده؟ دم؟ حد اعتدى عليك؟ انا اللي ضربته يا بيه، ويا ريته كان مات. ما تصدقهاش يا بيه، ده انا وقعت على حته حديده وانا بهرب منكم. تعال معايا.